القصة اللي هنحكيها دلوقتي بتعلمنا سبحان الله مفاتيح الجنة. مفتاح الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلمهن كيف تدخل الجنة، شيء بسيط جدا ولكن صعب جدا. أن تكون إيجابي بس على مستوى القلب، أن تكون قلبك سليما، إلا من أتى الله بقلب سليم. القصة الآتي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس ثم قال للصحابة: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. كلكم تعرفوا القصة، لكن لازم نفهم إن الموضوع عايز تطبيق. فخرج فعلا رجل أنصاري، ثم تكرر ذلك تاني يوم وثالث يوم. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص موجود في المجلس، فغار منه وعايز يعرف طب يا ترى إيه، ليه من أهل الجنة، ليه بشر هذا الرجل بالجنة. فتحايل عليه بقصة ودخل على الرجل وقال له ان لي بين ابي خصومه، فهل تأويني لمده 3 ايام؟ قال الرجل نعم. فبات عنده عبد الله بن عمرو بن العاص يراقبه بالليل، قيام ليل ما فيش، طب بالنهار الصيام بالنهار ابدا. فقال: كدت ان احتقر عمله. شيء بشع، سبحان الله، رجل من اهل الجنه وبتحتقر عمله، حاجه غريبه جدا. طب ما تدور شوية عبد الله بن عاص ايه الموضوع. فما زال طبعا عايز يعرف، بس بيقول ما فيش زيادات، ما فيش مثلا قيام ليل، ما فيش قراءة قرآن طول الليل، ما فيش حاجة تخليني أقول ده فعلا من أهل الجنة، وعايز يقتدي به لكن مش لاقي حاجة يقتدي به. فقال عبد الله بن عمرو العاص للرجل: الحقيقة يعني ليس بيني وبين أبي أي خصومة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فأردت أن أعلم ما السر، ما المفتاح، لماذا بشرنا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك من أهل الجنة. فقال الرجل: السر هو الآتي: أبات وليس في قلبي غل لأحد. قال: هذا الذي بلغك به وهذا الذي لا نطيق. يعني بمعنى إن شيء بسيط حقيقي لا نطيق لأنه صعب تنفيذه، صعب. طبعا العلم الحديث والبرمجة العصبية اللغوية بتؤكد هذا المعنى. من 14 قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان سر السعادة في الدنيا والآخرة، لان طبعا لو بات وقلبه فيه ضغينة لأي شخص يؤثر ده بالسلب على جسده وعلى صحته وعلى نفسيته وغيره، جميع المستويات المنتل ايموشن والفيزيكال، يعني المستوى العقلي المستوى النفسي المستوى البدني. طيب، لكن في الآخرة كمان ما شاء الله يبشر بالجنة لأنه يبات وقلبه سليم. اللهم اجعلنا من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه النفس المطمئنة مش فجأة هتبقى مطمئنة، مفروض تدريب يومي على الاطمئنان قبل النوم كمان، لان هخزن هنا من الواعي الى اللاواعي، وده شرحناه من قبل ازاي خطوره ان انا انام على شيء سلبي. اياكم واياكم واياكم، اخطاء كثيره الامهات بترتكبها مع الاولاد، تضرب الولد بعدين يبكي وينام، كل ده نام على سلبيات، على نيجاتيفيتي. هنختم التفكير الايجابي بابتسامه. اوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا ريت ندرب نفسنا على الابتسامة يوميا بعد كل الهموم اللي اتكلمنا عليها والسلبيات أنا الأوان تبقى دايما إن شاء الله مبتسمين، ونتعلم مع بعض إن الابتسامة ليس مرسومة فقط على الوجه، ولكن هنرسل الابتسامة لجميع أعضاء جسمنا. ابتسامة على الكبد اللي كله غضب، ابتسامة على الأفسدية كده كأنها مسجز، يعني رسالة بنبعتها، ابتسامة على الكليتين اللي كلها خوف، ابتسامة للرئتين اللي كلها حزن، ابتسامة للأمعاء اللي كلها ستريس وضغوط نفسية. وهننشر الابتسامة في كل خلية، في كل عصب، في كل عضو، وكأنها طاقة بتنتشر في كل جسم. سبحان الله، نعيش دي في الهالة المحيطة بينا، في الشكرات، في المريجنز، في كل مسارات الطاقة، ونعيش لحظة مع بعض كأننا كلنا كده، وبننشر ابتسامة في العالم كله بإذن الله. لأي أي شيء بتفكر فيه بيتسع وينتشر من نفس النوع.
الله سبحانه وتعالى يجعل الطفل بيولد يبكي، في الأسبوع الخامس يبتسم، في الأسبوع في الشهر الرابع بيضحك، بس البداية بكاء سبحان الله. لكن المهم العبرة بالخواتيم، إن شاء الله ربنا يرسم على وجوهنا ابتسامة عظيمة عند لقاء الله. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. بس ابتسامة على فكرة مش احنا اللي بنرسمها بقى في الوقت ده، دي عملنا الطيب بيرسم الابتسامة عند لقاء الله، دي ثمرة عملنا. يا ترى تأثير الابتسامة ايه والضحك ايه؟ طبعا الضحك اللي هو ليس فيه معاصي، يعني غير مصطنع، عايزين نقول معاصي معناه ان هو غير مصطنع. الابتسامة تأثيرها ايه على جسم الانسان؟ علميا وجدوا انها بترفع نسبة الاكسجين في الدم، يعني ما شاء الله طبعا الاكسجين في الدم معناها كفاءة عالية في اداء وظائف اعضاء الجسم. هنلاقي الاندورفين وهو هرمون السعادة الابليفتر اللي بيرفع الحالة المزاجية بيرتفع، ما شاء الله كلنا عايزين نبقى في حالة توازن مع انفسنا، في سلام مع نفسنا، في سلام مع الكون، في سلام مع الله سبحانه وتعالى. بنلاقي ان قوة الاستيعاب لما بيكون في طالب وفي مدرس بتزيد مع الابتسامة، مع بيبقى في لينك، في زي كوميونيكيشن كده، اتصال بينهم اعلى وبيستوعب المعلومة اعلى. بنلاقي طبعا في ثقة في النفس، بنلاقي الجهاز المناعي بيحفز مجرد الابتسامة. صدقت يا رسول الله حينما قلت تبسمك في وجه أخيك صدقت.